أمسية تراثية فلكية للاحتفال بجمر الحصادين تنظم في غابات برقش بلواء الكورة بهدف التوعية بالموروث الثقافي والفلكي، والجهة المنظمة هي جمعية التنمية للإنسان والبيئة. نقترب أكثر من هذه الأمسية مع مراسلنا ضرار غنام. أهلا بك ضرار، ما هو قمر الحصادين وما أهمية هذه الفعالية التي تقام منذ 10 سنوات تقريبا؟ لك ومساء الخير لجميع مشاهدينا. على خطى الآباء والأجداد تحتفل جمعية التنمية للإنسان والبيئة في بلدة برقش بين الغابات بأمسية قمر الحصادين، وهذه الأمسية هي للسنة 9 على التوالي كما أشار أهالي المنطقة. هنا يحتفل الجميع وسط أجواء جميلة جدا، فرحين باكتمال القمر ليصبح بدر، ولهذا معاني كثيرة. وأهم هذا الاحتفال أن الحصادين يقومون باستغلال الوقت والعمل على فترات أطول للحصاد وللاقتراب أكثر ولمعرفة هذه الأمسية بتفاصيلها وماذا يعني قمر الحصادين للمزارعين في بلدة برقش. ينضم إلينا الدكتور أحمد الشريدي وهو رئيس الجمعية. الله يسعد مساك. حقيقة دعبت جمعية التنمية للإنسان والبيئة في لواء الكورة للاحتفال بهذه المناسبة وهي قمر الحصادين من خلال إقامة أمسية تراثية فلكية في منطقة غابات برقش الواقعة في لواء الكورة بمحافظة إربد بشمال الأردن، وهو تقليد سنوي دعبت جمعيتنا على إقامته من خلال إقامة عدة فعاليات تتضمن العديد من الفقرات التراثية. تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الانتماء عند المواطن الأردني لحب الأرض والاهتمام بالزراعة، فقد قام آباؤنا وأجدادنا بعملية استخدام قمر الحصادين في الاستمرار في موروث الشعبي، وبدأت مواسم الحصاد كون أول قمر الحصادين يشرق في هذا اليوم بكامل بهائه وكامل إضاءته، فاستغل الآباء والأجداد هذا القمر المنير قمر الحصادين باستخدام العديد من الفعاليات الزراعية وهي عمليات حصاد القمح وتدريته، إضافة إلى تهيئة الأرض لموسم الخريف من خلال وضع البذور في الأرض. وبهذه المناسبة نوجه نداء إلى كل الناس إلى أهمية المحافظة على الأرض من خلال التمسك بالموروث الشعبي في التقويم الزراعي بهذه المنطقة خدمة لنا وللأجيال القادمة. هل ما زال الحصادين والمزارعين يقومون بالسهر على ضوء القمر لحصد محاصيلهم الزراعية أم لا في هذه الأيام؟ الحقيقة أنه مع دخول الماكنة الحديثة أصبحت مواسم الحصاد قصيرة، لكن في بعض الحصادين التقليديين الذي يستغل هذه المناسبة السعيدة والمباركة وهي قمر الحصادين قمر شهر أيلول باستخدام العديد من الفعاليات وهي أهميتها حراسة الأرض لتهيئة الأرض لاستقبال أمطار الخير المباركة إن شاء الله التي ستعم بلدنا ومنطقتنا بإذن الله. نعم شكرا لك يا دكتور. شكرا. نعم زميلتي لنا هنا أجواء جميلة جدا، أبناء بلدة برقش والقرى المجاورة الآن يحتفلون ويجتمعون تحت ضوء القمر ويتسامرون ويتحدثون عن عادات الأباء والأجداد، مستذكرين أيام المحاصيل القديمة وكيف كانت تجتمع العائلة والجيران والأحباب كي يقوموا بزراعة أراضيهم وحصدها في كل موسم. نعم ولا شك أنها أمسية جميلة. شكرا لك مراسلنا ضرار غنام، كنت معنا من غابات برقش بلواء الكورة ولضيفك الكريم.